تخبيه السادة، لا تخبيه السادة. نعمل بشكل جاد على حسم الملفات التي تهم البلدين في كافة المجالات، لا سيما الحدود والأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية. لقد تركزت النقاشات عبر الجلسات التي مضت خلال هذه الأيام متابعة الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام المنصرم، وإيجاد آليات لتفعيل الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي اعتمدت بين الدولتين وتتعلق بمجال الأمن، ومجال حساس بل على أعلى درجات الحساسية، خصوصا أن العراق يواجه أصالة عن نفسه ونيابة عن دول العالم أشرس عدو عرفه التاريخ. في تخطي الآثار الناجمة عن الأعمال الإرهابية الإجرامية وتداعياتها التي أدت إلى نزوح أبناء الشعب العراقي في العديد من المناطق، ونحن اليوم بحاجة إلى تكثيف جهودنا المشتركة من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب بكافة أشكالها والقضاء على هذه الآفة التي أصبح خطرها يهدد الجميع قبل القطاعات والجهات المختلفة التي بلغ عددها 28 جهة من كلا الجانبين، يعد مؤشرا إيجابيا وإيمانا راسخا وتعاونا صادقا بين تلك القطاعات والجهات للدفع بالعلاقات الثنائية المشتركة الوطيدة بين البلدين الشقيقين، والتي توجت اليوم بالتوقيع على 4 وثائق محورية في مجالات الثقافة والصناعة والأمن والنقل الجوي، تضاف إلى 49 اتفاقية ومذكر تفاهم بين البلدين الشقيقين. بأن كل الدول المجاورة للعراق ضمن التحالف الدولي لمحاربة التنظيم الإرهابي داعش، ولهم مشاركات، لأن أمن واستقرار العراق من أمن واستقرار المنطقة، بالتالي من هذا المنطلق حريصين على المشاركة في مساعدة العراق لدحر هذا الفكر الإرهابي المجرم.